مساء الخير. ساعات قليلة تفصلنا عن نفاد الوقود لدى المستشفيات في غزة، أي توقف الحياة في القطاع، تحذير أطلقته الأونروا، فيما يواصل الاحتلال غاراته العنيفة على القطاع مستهدفا من جديد مخبزا وهو الوحيد الذي تسلم الدقيقة من الوكالة الدولية قبل أن تدمره الغارات بقليل. أما على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، 4 شهداء على طريق القدس زفتهم المقاومة الإسلامية اليوم، فيما برز لقاء جمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري. إذن ساعة جديدة نرحب بكم مشاهدينا بهذه التغطية المتواصلة لتطورات معركة طوفان الأقصى، الثورة الكبرى، نبدأها مع شبكة مراسلينا على مختلف الجبهات لرصد آخر التطورات الميدانية وكذلك الإنسانية، مباشرة مع الزميل أحمد غانم الذي بات جاهزا معنا من قطاع غزة. الزميلة هناء محميد مراسلة الميادين سوف تكون معنا من جنوب فلسطين المحتلة. نسرين سلمي أيضا معنا من الضفة الغربية في رام الله. فرح عمر من الحدود الجنوبية في لبنان مراسلة الميادين. وكذلك الزميل حسان الرفاعي من العاصمة اللبنانية بيروت بمواكبة لكل التطورات وأيضا التظاهرات الحاشدة دعما لأهالينا في غزة وما يجري في طوفان الأقصى. ونرحب أيضا بضيفنا بات جاهزا معنا الأستاذ داود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي معنا من قطاع غزة المحاصر. مساء الخير وأهلا بك أستاذ داود، ولكن اسمح لنا أن نتوقف مع أبرز التطورات داخل القطاع ولا سيما نحن نتحدث عن حالة إنسانية صعبة فيما يتعلق بالمستشفيات. يعني يتم الحديث بأنه ما يجري في هذه الأثناء هو حالة انهيار كامل للطواقم الطبية للقطاع الصحي في قطاع غزة. مباشرة معك أحمد لو سمحت، وقبل قليل يعني فقط نحن نتحدث عن 24 ساعة يمكن أن نقول بأنها أكثر من دامية، أكثر من 750 شهيدا ومن بينهم 350 طفلا. أحمد هل تسمعني الآن؟ وسام رامي عبيد أحمد أنت على الهواء. نعم. وفا هل تسمعونني؟ نعم أنا أسمعك بشكل واضح، الصورة لديك ولا سيما مع الأرقام. نعم. يعني وعداد الشهداء الذي يرتفع بكل لحظة بشكل كبير ومتسارع. طب خذي الغارة. نعم سأبدأ من المعطى الميداني الأخير وهو استهداف على ما يبدو لمنزل على بعد أقل من 700 متر من طبعا مستشفى شهداء الأقصى. بدأت سحب الدخان ترتفع حقيقة، هذا الانفجار كان قريبا جدا وكان عنيفا جدا أيضا. اعتلت سحب الدخان، الآن بدأت ترتفع سحب الدخان السوداء، هذا مؤشر على أن المكان المستهدف هو منزل، وهو بالمناسبة بكل تأكيد تتويجا لجملة من الغارات التي استهدفت عشرات المنازل طوال الأيام العدوان الإسرائيلي، والتي اشتدت بطبيعة الحال خلال الفترة أو الأيام الماضية. نحن نتحدث وفاء بعيدا عن يعني تحديد أرقام للمنازل التي استهدفت أو أعداد الشهداء الذين ارتقوا في هذا العدوان. وزارة الصحة تقول بأنه 756 شهيد من بينهم 344 طفل خلال 24 ساعة استشهد. هذا الرقم خيالي ورقم صحيح. كبير جدا فيه مؤشر أولا، وطبعا ذكرنا ذلك سابقا، فيه مؤشر على أن إسرائيل تختار أكثر الأماكن اكتظاظا، أكثر الأماكن المأهولة بالسكان وتقوم بعمليات الاستهداف. هذا أولا من ملاحظاتنا الميدانية وفا، أن إسرائيل تستهدف بعض العائلات أكثر من مرة، بمعنى من يكتب له النجاة في عملية استهداف أحد المنازل ثم ينزح إلى منطقة أخرى تكون الصواريخ الإسرائيلية بانتظاره. قابلنا العشرات من الناجين من أكثر من مكان، ثمة من قصفوا أكثر من مرة، منهم من نجا يقولون وكأن الطائرات تراقب تحركاتنا من مكان إلى مكان حتى تتم عملية الاستهداف. بالتالي فرضية المنطقة الآمنة التي زعمت إسرائيل وجودها بعد وادي غزة وتحديدا المنطقة الوسطى هي فرضية كاذبة، وهذا ثبت بالدليل القاطع. ثانيا الوضع الإنساني آخذ في التدهور، إسرائيل تكثف من عمليات الاستهداف للمدنيين العزل، في مقابل هذا الاستهداف نحن نتحدث عن انهيار تام للمنظومة الصحية. معظم مستشفيات القطاع
تقريبا انهارت تماما، لم يعد هناك أي مجال للقول بأن هذه المستشفيات يمكن أن تصمد. الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات انتهى تماما، انتهى تماما، وبالتالي نحن أمام ساعات حاسمة فيما يتعلق وقف عمل هذه المستشفيات. من سيستقبل العمال الجرحى سيستقبلهم في وسط ظلام دامس، العمليات تجرى على الأرض، عمليات بدون تخدير، الجرحى الحالات البسيطة والمتوسطة سيتم مباشرة إخلاؤهم بعد التعامل معهم بشكل سريع. بدأت الآن الإسعافات بالوصول إلى مجمع شهداء الأقصى الطبي. الآن سيارات الإسعاف إذن تصل تباعا الآن، وكما ذكرنا فإن هذا الاستهداف بكل تأكيد كسابقاته هو لواحد من المنازل على الأقل مما بدا لنا في الصورة. لذلك الوضع الإنساني أيضا فيما يتعلق يعني بعيدا عن موضوع الصحي، موضوع النازحين، هناك 1,400,000 نازح وفى في الشوارع، 500,000 موجودون وفى في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والبقية موجودون إما في باحات المستشفيات في الأماكن العامة وحتى في المخيم الذي أعدته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في خان يونس بالخيام. الآن ينزل عدد من الأطفال من سيارات الإسعاف من جراء عمليات الاستهداف. فقط للتنويه، وفى وهم بنك الأهداف الإسرائيلي منذ اليوم الأول للعدوان قتلت إسرائيل ما يزيد على 1,350 طفلا، وهذا رقم مهول يظهر حجم وبشاعة هذا العدوان الذي لا يستهدف في حقيقته سوى المدنيين من النساء والأطفال الذين طبعا يتعرضون إلى جراح خطرة وبتور شديدة وحروق هي لم تمر كما أخبرنا الأطباء عليهم بالمطلق في خلال العدوانات السابقة. لذلك بالعودة إلى موضوع النازحين، الآن في غزة وفى بدأ العمل، السيارات توقفت حركة السيارات بشكل شبه كامل، تعمل الآن على زيت الطعام، زيت الطعام المحترق الآن بعض السيارات بدأت تعمل فيه لأنه هناك حالة من الشلل الكبير في غزة. بعض السيارات المدنية تعمل على إجلاء الجرحى. الآن مزيد من الشهداء والجرحى في عمليات أو الجرحى عفوا حتى يثبت العكس، يعني على الأقل في عمليات الاستهداف الإسرائيلية المتواصلة وفى لمناطق مختلفة من غزة. وبالإشارة أيضا تزامنا مع قصف الطائرات الحربية، المدفعية الإسرائيلية لا تتوقف على الإطلاق، لا تتوقف، تضرب بشكل عنيف جدا في المناطق الشرقية لغزة. الآن عدد من الإصابات ينزلون من سيارة الإسعاف، بعضهم بحمد الله على قدميه، والبعض الآخر الآن يتم إنزاله على حملات، لكن من الواضح بأن هذه الإصابات إن شاء الله تكون يعني قادرين على التعامل معها، لأنه بالعين المجردة نلحظ بأنه إن شاء الله تكون الإصابات متوسطة. على كل حال كنا بنتحدث عن الوضع الإنساني، المخابز دمرت، 10 مخابز قصفت. الآن إسرائيل تستهدف لقمة عيش الناس، تريد تجويعهم. ثمة مناطق في شمال غزة لم يذوقوا الطعام منذ عدة أيام، في مناطق الشمال ومناطق مدينة غزة إسرائيل تريد أن تدفعهم دفعا للخروج من تلك المنطقة وفاة. لم تنفع معهم لا الأحزمة النارية ولا طائرات F-16 ولا المدفعية في إخراجهم وتهجيرهم من مناطق الشمال. لذلك إسرائيل الآن تتبع أسلوب قطع المياه بشكل كامل، قطع إمدادات المياه شبكات المياه، وكذلك أيضا تفضل وفاء. يعني ما نقلته يعني من صورة إنسانية، للأسف يتعمق هذا الجرح الإنساني على كافة المستويات كما ذكرت، ولكن يعني أيضا المقاومة هي ترد بشكل واضح يعني على قتل المدنيين، قتل الأطفال والنساء في قطاع غزة. نتحدث عن تطور مهم اليوم والآن، كتائب القسام تعلن قصف إيلات بصاروخ عياش 250، هذه المرة الثانية الذي يستخدم به هذا الصاروخ. نحن نتحدث عن بعد ومديات كبيرة للصواريخ التي تستخدم من قبل المقاومة الفلسطينية، وهذه مؤشرات ورسائل كبيرة أيضا للمحتل الإسرائيلي الذي حتى هذه اللحظة لم يحقق أي إنجاز عسكري سوى ارتكاب المزيد من الجرائم، المزيد من المجازر وإفلاس بالخطط العسكرية. اسمح لي سوف أعود إليك أحمد بطبيعة الحال، ولكن سأنتقل مباشرة بتعقيب منك أستاذ داود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي بحركة الجهاد الإسلامي ومعنا من قطاع غزة. 19 يوما من العدوان، بنوك الأهداف بالنسبة للإسرائيلي المدنيين نتحدث عن أكثر من 400 طفل استشهدوا في الساعات الماضية فقط في 24 ساعة الماضية.
ما هو تقدير الموقف لديكم داخل الحركة وأيضا لدى المقاومة الفلسطينية، وماذا حقق الإسرائيلي حتى هذه اللحظة؟ يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أخت وفاء أنت أجبتي على السؤال. يعني عندما قلت 19 يوما والإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز عسكري، هو غير قادر ليس فقط عن إيقاف صواريخ المقاومة الفلسطينية التي تدك المستوطنات الإسرائيلية كلها، ليس فقط ذلك. أستاذ داود، نعم نحن نسمعك، يبدو أن الاتصال انقطع معك، سوف نعود إليك. بطبيعة الحال هذه أمور طبيعية أمام يعني انقطاع كل السبل، انقطاع كل الأمور والمستلزمات الحياتية من كهرباء وماء ووقود، لا سيما الوقود بالنسبة للمستشفيات وكذلك الاتصالات. سوف أعود إليك أستاذ داود، ولكن أنتقل أيضا مباشرة إلى الزميلة فرح عمر المتواجدة على الحدود الجنوبية اللبنانية. فرح، يعني قبل قليل كان هنالك إسرائيل مستمرة بالقصف بالقرب من مارون الراس بالجبهة، لديك ما هي الصورة وما هي آخر التطورات لو سمحت؟ أيضا يبدو زميلة فرح هي لا تسمعنا الآن، تسمعني الآن أستاذ داود؟ أنتقل مباشرة إلى هناء، ولا سيما مع العجل الذي صدر قبل قليل على شاشة الميادين، استهداف يعني نحن نتحدث بالمدايات ب 250 كيلومتر صاروخ عياش ردا على المجازر التي ترتكب من قبل طائرات المحتل والقصف المدفعي واستهداف منازل المدنيين. هناء، يعني ماذا يعني هذا التطور واستمرار المقاومة في اليوم 19 بهذا المدى بهذا النوع بهذه الاستمرارية للصواريخ، كيف يقرأه الداخل الإسرائيلي؟ أعتقد بأن هذا الاستهداف لإيلات وقبل ساعة تقريبا استهداف آخر أيضا بصاروخ R-160 نحو مدينة حيفا في الشمال عمليا، يعني بشكل واضح بأن المقاومة في داخل قطاع غزة ما زالت لديها قدرات صاروخية بمدايات بعيدة، هي يعني تؤكد هذا أمام الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس كان هنالك تصريح للناطق بلسان الجيش الإسرائيلي تحدث بأن حماس يعني تراجعت في وتيرة إطلاقها للصواريخ، وحذر الإسرائيليين أن هذه استراتيجية تنويم كما أسماها وكما اعتبرها، علما وفى بأن بالأمس حتى يعني خلال ساعات العصر وما بعد ساعات العصر كان هنالك رشقات صاروخية عديدة لم تتركز فقط عند محيط قطاع غزة وإنما أيضا وصلت منطقة تل أبيب وشمال مدينة تل أبيب، حتى أنه قيل بأن الضربة أو الرشقة التي أطلقت باتجاه تل أبيب بالأمس كانت الأكبر منذ بدء هذه الحرب. يعني الرسالة أعتقد أنها واضحة من حيث أن فصائل المقاومة ما زالت قادرة أولا على إطلاق الصواريخ وبأنها لن تستكين يعني أمام هذا العدوان المتواصل أو حتى أمام استمراره لفترة طويلة كما يهدد الاحتلال الإسرائيلي بذلك وفى. يعني بالأمس كان هنالك جولة لكل من رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية العامة الذي قال يعني في محاولة لتبرير صورة الجيش الإسرائيلي وقال نحن جاهزون تماما للعملية البرية بشكل واضح، يعني هو استخدم هذه المصطلحات، يعني قال أريد أن أقول بوضوح بأن الجيش جاهز للعملية البرية، وهذا ردا طبعا على الانتقادات أو النقاش على الأقل الذي يجري حول تأجيل العملية البرية حتى الآن 19 يوما، علما أنه تم يعني التهديد بمثل هذه العملية منذ اليوم الأول والساعات الأولى لهذه الحرب، وكذلك الأمر بالنسبة لوزير الأمن الإسرائيلي يوف جالانت أيضا كان بالأمس في منطقة الجنوب وقال بأنه يعني نتجهز على حد تعبيره للمرحلة المقبلة من الجو والبر والبحر والبر كذلك الأمر، ولكن واضح بأن إسرائيل ربما يعني تواجه ضغوطا في
لهذا الموضوع، خصوصا إذا مسألتين أساسيتين، أو الأولى هي إمكانية التصعيد في كل الساحات وخصوصا الجبهة الشمالية تحديدا، يعني اليوم بعد اللقاء المشترك في لبنان في بيروت، وبين طبعا السيد حسن نصر الله وصالح العروري وأيضا زياد النخالة، وكذلك الملف النقطة الثانية وهي ملف المخطوفين أو ملف الأسرى من المدنيين الإسرائيليين، مستوطنين الإسرائيليين والجنود الإسرائيليين. متحدث بلسان الجيش الإسرائيلي تحدث اليوم أيضا، يعني العنوان الأساسي خلال حديثه صباحا أمام الإعلام، يعني تحميل المسؤولية لإيران كما قال، وقال بأن إيران هي من يعني يوفر المساعدات قبل يعني هذه الحرب وحتى هذه اللحظة لحماس من خلال الوسائل القتالية والتكنولوجية وأيضا المال، وحتى هذه المرحلة حتى هذا الوقت يعني تدير الحرب أيضا من جبهات مختلفة، اليمن العراق ولبنان وغزة. أنتقل مباشرة إلى الزميلة نسرين سلمي من رام الله. في دعوات من قبل عرين الأسود والعديد من فصائل المقاومة إلى النفير العام، الاستمرار بالإضراب المفتوح حتى يعني وقف العدوان عن غزة، بمقابل ذلك نحن نتحدث عن أكثر من 100 شهيد منذ بدء عملية طوفان الأقصى، قبضة أمنية محكمة، تقطيع أواصل مناطق الضفة بشكل كامل، محاولات اقتحام وتصدي لخطوات واعتداءات المستوطنين المستمرة في الضفة. المشهد لديك لو سمحتي نسرين، انطلاقا من كل هذه التطورات وأثر تصاعد هذا العمل المقاومة في الضفة. نسرين، يبدو أننا فقدنا الاتصال. نعم نسرين، هل تسمعينني الآن؟ للأسف فقدنا الاتصال بالزميلة نسرين. أعود إليك أستاذ داود شهاب، وكنا نتحدث يعني عن الإفلاس الإسرائيلي بعد 19 يوما وتقدير الموقف لديكم في المقاومة الفلسطينية وفي حركة الجهاد، تفضل. أعود من جديد إلى نسرين، لأنه يبدو الاتصال حتى هذه اللحظة غير جاهز مع الأستاذ داود شهاب. نسرين، المشهد والصورة لديك، ولا سيما مع تطور الأوضاع في الضفة، يعني ارتقاء المزيد من الشهداء، إعلان النفير العام، التظاهرات، أيضا بموازاة ذلك قبضة أمنية مشددة، كنا نتحدث باقتحامات متواصلة لجيش الاحتلال وتقطيع أواصل ومدن الضفة الغربية. صحيح، نحن هنا في البداية عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث كانت خرجت مسيرة ضخمة من موظفي وموظفي النقابات المهنية من الوزارات المختلفة ومن نقابات المهن الطبية، الإسعاف، المؤسسات الدولية، المعلمين، كلهم خرجوا في هذه المسيرة يرفعون العلم الفلسطيني ولافتات تندد بجرائم الاحتلال التي تستهدف الصحفيين، الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة، المستشفيات، المدارس، وكالات الأمم المتحدة. هذه المجازر التي ترتكب في قطاع غزة، أرادوا أن يوصلوا رسالة إلى العالم، إلى المجتمع الدولي، بأن غزة ليست وحدها، وبأن الفلسطينيين موحدين، موحدين بالدم وموحدين بالمصير، وأن الضفة الغربية لا فرق بينها وبين غزة، وأن ما تتعرض له غزة اليوم ستتعرض له الضفة في اليوم وبعد اليوم أيضا، نتيجة اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية. اليوم كان هناك 7 شهداء، 4 شهداء ارتقوا في مخيم جنين نتيجة لطائرة مسيرة أو صواريخ أطلقتها إسرائيل من طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المقاومين الفلسطينيين بالقرب من مقبرة الشهداء في مخيم جنين، استهدفتهم ب4 صواريخ. كان من بين الشهداء طفل في 15 من عمره، وعدد من الإصابات التي وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة. قبل قليل انتهى تشييع جثامينهم في مدينة جنين ومخيم جنين بهتافات وحدود
لافت للمقاومة الفلسطينية في جنين وفي مخيمها التي شددت على استمرار المقاومة. قوات الاحتلال كانت أعلنت أن آلياتها تم استهدافها من قبل المقاومين الفلسطينيين بأنواع من السلاح المتطور. تحدثت عن نوع من السلاح معروف باسم ماج استهدف آليات الاحتلال، مما أدى إلى إعطال عدد من الآليات. المقاومون تحدثوا عن 3 آليات تم إعطابها وإصابة أحد الجنود الإسرائيليين قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من المخيم. أيضا في قلقلية تم تشييع أسير محرر أطلقت قوات الاحتلال الرصاص عليه، مما أدى إلى التقائه شهيدا، وتم تشييع جثمانه في المدينة. في مخيم قلنديا أيضا كان هناك مسيرة حاشدة انطلقت من وسط مدينة رام الله إلى المخيم تشييعا لجثمان الشهيد أحمد مطير الذي أطلقت قوات الاحتلال الرصاص عليه أثناء انسحابها من مخيم قلنديا بعدما شنت حملة اعتقالات واسعة في المخيم واعتدت على المعتقلين بالضرب وتخريب الممتلكات وكتابة شعارات فيها سباب على الفلسطينيين وإهانة لهم واتهامهم ويعني وصفهم بعبارات نابية. ويعني تم اعتقال عدد كبير من المخيم قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من المكان. وأيضا هناك عدد من الإصابات من بينها إصابات خطيرة بعد ارتقاء الطفل أحمد مطير. أيضا هناك يعني كان هناك تشييع لجثمان شهيد من مخيم نور شمس ارتقى بعد إصابته أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم الأسبوع الماضي، أصيب كانت إصابته حرجة وأعلن عن ارتقائه شهيدا لهذا اليوم. قوات الاحتلال كانت نفذت حملة اعتقالات واسعة في أنحاء الضفة الغربية طالت أكثر من 85 فلسطينيا من مختلف أنحاء الضفة الغربية، من بينهم صحفيون، من بينهم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم قادة في حركة حماس وقادة في المقاومة الشعبية. قامت إسرائيل باعتقالهم وسط ظروف صعبة جدا ووسط تخوفات من الهيئات التي تدافع عن حقوق الأسرى ومن قبل المواطنين أيضا بعد الإعلان عن ارتقاء شهيدين من الأسرى، أحدهم الشهيد عرفات حمدان الذي تم اعتقاله قبل يومين فقط وأعلن بالأمس عن ارتقائه شهيدا حسب عائلته أنه تعرض لضرب شديد أثناء أنه ترك في أحد معسكرات جيش الاحتلال لساعات طويلة تحت الشمس مما تسبب بمرضه وبعد ذلك ارتقائه شهيدا. هيئة شؤون الأسرى والمحررين قالت أن الشهيد عرفات حمدان تم نقل جثمانه إلى معهد أبو كبير للطب العدلي لتشريح جثمانه، وهذا أيضا دون سؤال العائلة ودون يعني أخذ موافقة العائلة لتشريح الجثمان. قوات الاحتلال أخذته لتشريح بدون موافقتهم. كذلك حال الشيخ عمر دراغمة الذي ارتقى أيضا قبل يومين ولم يتم تسليم جثمانه لعائلته لوداعه أو دفنه كما يليق، بل بقيت قوات الاحتلال تحتجزه لديها. الآن هناك مفاوضات ونقاشات تجري في الحكومة الإسرائيلية أيضا من أجل فصل أقسام في قسم النقب وتحويلها لتحت إدارة الجيش الإسرائيلي وفصل الكهرباء عنها نهائيا ووضع أسرى من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي فيها وعدم السماح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي وعدم إيجاد كهرباء حتى ملف بحد ذاته نسرين، يعني ملف بحد ذاته قضية الأسرى صحيح التضييق عليهم. يبدو أن زميلة نسرين لا تسمعني. أستاذ داود تسمعني الآن؟ أستاذ داود شاب للأسف أعود من جديد إليك نسرين لاستكمال هذه يعني النقطة، ولكن أطلنا على الأستاذ داود فقط يعني الإضاءة وتوسيع العديد من النقاط. نسرين كنت تتحدثين عن واقع الأسرى ولا سيما مع استشهاد أسير ثاني في الساعات الماضية وبعد يومين على استشهاد القيادي في حماس الأسير دراغمي. نحن اليوم يعني ما هي الخطط الإسرائيلية تحديدا وكورقة ضغط يتم التعامل معها؟ واضح بأنه الإسرائيلي يحاول من خلال الأسرى داخل السجون ممارسة المزيد من التضييقات كما ذكرتي. هل يمكن أن تعيدي علينا آخر التفاصيل أو آخر القرارات التي اتخذت بحق الأسرة؟ يبدو أيضا فقد الاتصال بالزميلة نسرين سلمي. أتحول مباشرة إلى فرح عمر، ونحن نتحدث بالساعات الماضية في استمرار للقصف الإسرائيلي تحديدا لبلدة مارون الراس في الجنوب اللبناني، وأيضا نحن نتحدث عن ارتقاء عدد من الشهداء على طريق القدس، هكذا باتت بيانات حزب الله. يعني في آخر نعم فرح صورة لديك. تفضلي فرح. فلم أسمعك جيدا. تفضلي فرح، ما هي الصورة لديك؟ تفضلي.
فرح، هل تسمعينني الآن؟ إذن لننتقل مباشرة إلى مواكبة التحركات تحديدا أمام السفارة الفلسطينية ومؤتمر صحفي حتى للسفير الفلسطيني في لبنان، نتابع هذه الكلمات ونعود لاستكمال التغطية. المدنيين الفلسطينيين واستباحة دمهم باستهداف الأماكن المختلطة بالسكان لإيقاع أكبر عدد من الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ وباستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، وهذا كله لبث الرعب في نفوس الشعب الفلسطيني، في نفس الشعب الفلسطيني، معتقدين بأنهم يستطيعوا أن يدفعوهم للهجرة القسرية. كما قال سيادة الرئيس أبو مازن: لا، لن نرحل، لن نرحل، لن نرحل. إن إطالة أمد العدوان في ظل صمت دولي مطبق والتعبير عنه من خلال مواقف بعض الدول شجع ومنح الكيان الصهيوني بغطاء وحماية وإجازة دولية في مخالفة للقانون الدولي الإنساني بما سمي دفاع عن النفس، مما منح الحرية لكيان الاحتلال لضرب مقومات المشروع الوطني والوجود الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على تنفيذ مشروعه بتهجير وإلغاء وإلقاء أكثر من 2 مليون فلسطيني في المجهول. وهنا لا بد لنا إلا أن نشكر أخوتنا قادة الدول العربية والذين وقفوا موقفا حازما في وجه هذا المشروع، مشروع التهجير ومحاولات التوطين، ونشكر الموقف العربي وموقف الأمة كلها التي وقفت، وأحرار العالم التي وقفت إلى جانب شعبنا الفلسطيني في هذه المأساة التي يعانيها. إن العبارات التي أطلقها وزير خارجية الكيان الصهيوني ضد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتريش، لماذا؟ لأنه قال الحقيقة، لأنه قال شيء نبع من إنسانيته، ما هي إلا امتداد لعدم الالتزام الذي تمارسه دولة الاحتلال بعدم احترام الشرعية الدولية، وما تمثل ومحاولة لتغييب الأمم المتحدة ومكانتها الاعتبارية وأمينها العام وموقف الإنسانية في إطار إجهاض الجهود الإنسانية التي عبر عنها الأمين العام بوقف فوري. نعم، وقف فوري لإطلاق النار، لأن كل دقيقة تمر بدون وقف إطلاق نار يسقط طفل وتسقط امرأة ويسقط شيخ، وفتح للممرات الإنسانية بشكل عاجل. بالله عليكم أعطونا في مكان في العالم بيكون بحاجة إلى ماء وغذاء وحليب للأطفال ودواء للجرحى، الجرحى يعالجون بدون مخدر، هناك أمراض مستعصية، هناك أمراض الكلى لا يوجد لها دواء، هناك الأمراض الكانسر لا يوجد لها دواء، هناك أمراض كثيرة يوجد لها دواء. أين الضمير العالمي؟ أين الضمير العالمي الذي يتحدثون عنه؟ سعادة السفراء، سعادة الإخوة الحضور، الإخوة الإعلاميين، اعتقد الكيان الصهيوني متوهما بما طرح من مبادرات وحلول لقضية الشرق الأوسط أن باستطاعته الاستفراد بالقضية الفلسطينية واستبعاد أمتها وحاضنتها العربية. إن هذا المشهد وما سمعناه من إخوتنا الزعماء العرب يعطي الجواب لهذا الكيان الغاصب
بأن أمتنا العربية لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني وعن قضيته العادلة، قضية الأمة كلها جمعاء. وهذا ما فاجأ كيان الاحتلال، هي الموقف العربي المقدر والموحد مما يجري في فلسطين القضية المركزية للأمة، برفض كل ما تقوم به حكومة الاحتلال من تدمير ومحاولات تهجير للملايين من أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس. أرحب بإخوتي أصحاب السعادة في وقفتهم هذه مع أنفسهم وإخوانهم أبناء الشعب الفلسطيني، أشكركم جميعا وسامحونا على. إذن مشاهدينا تابعنا وإياكم كلمة السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور. أعود إليك من جديد لنكسب المزيد من الوقت في ظل هذه الاتصالات الصعبة أستاذ داود شهاب. بداية يعني أنا سأنطلق من نقطتين، أولا ما الذي حققته إسرائيل حتى هذه اللحظة؟ ثانيا ما دلالات وأبعاد ورسائل الاجتماع لأطراف محور المقاومة السيد نصر الله السيد زياد نخالة والشيخ صالح العروري في بيروت؟ يعني أولا إسرائيل لم تحقق شيء بالمعنى العسكري في هذه المواجهة وفي هذه الحرب. إسرائيل لم تحقق أي هدف عسكري، لم تحقق أي إنجاز عسكري. كل ما تفعله إسرائيل أنها تقتل، أنها تدمر، أنها توقع يعني آلاف المدنيين ضحايا وشهداء لهذا العدوان ولهذه الحرب الوحشية. لكن على المستوى العسكري لا زالت صواريخ المقاومة تنطلق وتصل إلى مدايات أبعد مما كانت عليه في السابق. ليس هذا فحسب، يعني مش بس فقط صواريخ المقاومة اللي بتنطلق، أيضا المقاومة تمتلك عنصر المباغتة والمبادرة. العدو الإسرائيلي على مدار 19 يوم وهو يهدد بالحرب البرية أو بعملية برية أو مناورة برية واسعة في قطاع غزة، حاول في كسوفيم قبل عدة أيام وفشل فشلا ذريعا. بالأمس كانت المقاومة هي التي تمتلك عنصر المبادرة والمباغتة عبر عملية التسلل في زكيم، وهي عملية ناجحة وأدت رسالتها بكل قوة وبكل اقتدار. إذن المقاومة هي التي تدير هذه المعركة وبيدها زمام المبادرة في كل التفاصيل. مش ليس هنا فقط، يعني انت احنا نحكي عن جبهة غزة، صحيح. الجبهة في الشمال، جبهة لبنان، جبهة مشتعلة، كل يوم هناك ضربات توجهها المقاومة من الجنوب اللبناني. المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية أيضا الليلة الماضية دارت اشتباكات عنيفة في منطقة جنين وفي منطقة نابلس، ولم ينجح الاحتلال الإسرائيلي من الوصول مرة أخرى إلى تحقيق أي من أهدافه العسكرية في مخيم جنين. كان هناك استبسال للمقاومة. هذا كله يأتي على ماذا؟ يأتي على وقع اللقاء الهام بين قيادات المقاومة، سماحة السيد حسن نصر الله، الأخ القائد زياد النخالة، والأخ القائد الشيخ صالح العروري. هذا اللقاء الذي انعقد والذي يعكس الحقيقة، وهذه كلمة يجب أن نقولها بملء الفم، أن حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان تلتزم بمبادئها وبقيمها العروبية والقومية والإسلامية حيال القضية الفلسطينية، وفاء في منتهى الوفاء للمبادئ وللوعود، التزام بكل الوعود التي قطعها السيد حسن نصر الله وحزب الله في أكثر من خطاب وفي أكثر من مناسبة، عندما قال أننا مع المقاومة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني. هذا الحقيقة اللقاء بيعكس يعني مدى ما يمكن أن تصل إليه الأوضاع في حال استمر هذا العدوان على الشعب الفلسطيني. اليوم حزب الله يقوم بدور عظيم وبجهد كبير إلى جانب يعني إخوانه وأشقائه في كل محور المقاومة. هذا تطور نوعي لجهة استراتيجية وحدة الساحات التي تم الحديث عنها وتم الإعلان عنها، وإحدى معارك المقاومة التي خاضتها سرايا القدس في أغسطس 2022 الماضي حملت هذا الاسم، اسم وحدة الساحات. صحيح. وقلنا في ذلك الوقت إنه
هذه المعركة ليست حدثا عابرا في صراعنا مع العدو الإسرائيلي، وإنما تؤسس لمرحلة جديدة في المواجهة وفي إدارة الاشتباك مع العدو الإسرائيلي. يعني ما هو المتوقع بالنسبة نحن نتحدث لأطراف محور المقاومة، لأنه مهم جدا ما أتى في البيان أنه جرب اللقاء تقييم للمواقف المتخذة دوليا وإقليميا، وهذا يعني في صلب الموضوع ولا سيما بالأمس بما شاهدناه في جلسة مجلس الأمن، وأيضا يتم الحديث بأنه أطراف محور المقاومة هي تناقشت بما يمكن القيام به بهذه المرحلة الحساسة لتحقيق الانتصار الحقيقي للمقاومة. وكذلك تابعنا بتدرج تصعيدي أستاذ داود ما جرى في العراق، ما جرى في اليمن، يعني في نحن بالفعل هذه الساحات تتحرك بشكل مباشر وبشكل تدريجي يوميا بمتابعة لما يجري في غزة. وسأفصل معك أيضا يعني تحديدا الضفة الغربية التي أشرت إليها، ولكن بباقي ساحات أطراف المقاومة. لا، هو الحقيقة هذا التحشيد واستدعاء القوة الأمريكية والغربية بهذه الشاكلة وعلى هذه الطريقة، هذا ليس تهديدا أو تحديا أمام المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فحسب. الولايات المتحدة الأمريكية، هذا العالم الظالم، هذه الدول المستكبرة والقوى العالمية الظالمة لا تريد لأي طرف عربي وإسلامي أن يرفع رأسه، تريد أن تبسط كل يعني هيمنتها وغطرستها على المنطقة، لا تريد لأي طرف عربي أن يرفع رأسه ولا أن يعبر عن تطلعات ولا أن يحلم بأن يكون يعني صانع نهضة وصانع حرية وصانع استقلال حقيقي. لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية وهذه القوى الغربية اللي صاغت اتفاقية التقسيم وتجزئة العالم العربي والإسلامي سايكس بيكو، لا تريد للعرب والمسلمين أن يرفعوا رأسهم أبدا. ولذلك اليوم أمام ما يمثل محور المقاومة من استجابة لتطلعات شعوب الأمة العربية والإسلامية جمعاء، هي تحاول من وراء هذا الاستدعاء الكبير للقوة أن تردع محور المقاومة وأن تظهر يعني أنه هي صاحبة القوة العظمى وأنه بمقدورها أن تفعل ما تشاء وقت ما تشاء. وهذا يكشف الحقيقة، هذا الاستدعاء للقوة، هذه المخططات واضح أنها مخططات مدبرة سلفا، هذه مخططات معد لها ومدبرة سلفا من أجل محاولة ردع محور المقاومة. اليوم عندما تدخل كل أطراف محور المقاومة على خط المواجهة والاشتباك مع العدو الإسرائيلي، فهذا يعني أن محور المقاومة لا يلقي بالا إلى التهديدات الأمريكية ولا إلى استعراض القوة الأمريكي ولا إلى هذا الانتفاخ وغرور القوة الذي تظهره الدول الغربية انحيازا للعدو الإسرائيلي وشراكة في قتل أطفال غزة. محور المقاومة هو أشد من ذلك بكثير، وهو يرسل رسائل بالنار وبالسياسة لكل هذه الأطراف بأن محور المقاومة مستعد ومتأهب، ليس بالقول فقط وإنما بالفعل. هذا اللقاء اللي تم بين اللقاء الثلاثي الهام ولقاء استراتيجي الحقيقة يرسل هذه الرسائل لكل الأطراف ويقول بأننا جاهزون ومستعدون للذهاب إلى أبعد مدى في هذه المواجهة. وارتباطا بذلك جاءت صواريخ المقاومة اليوم التي وصلت إلى حيفا ووصلت إلى إيلات. هذا يعني أن قوة المقاومة جاهزة، أن إرادة المقاومة الأهم هنا أختي الكريمة، أنه أهم من كل يعني عناصر القوة التي نتحدث عنها وهي مهمة بلا شك لدى محور المقاومة ولدى فصائل المقاومة الفلسطينية، أن إرادة القتال التي تبديها المقاومة وتظهرها المقاومة في الميدان سواء بعمليات التصدي والاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وهذه إلها مدلول مهم جدا أختي الكريمة، لأنه في هذا التوقيت اللي العدو الإسرائيلي وجنود الاحتلال بيستدعي الجيش الإسرائيلي كل أدواته من أجل شحن الروح المعنوية لدى جنوده وتهيئتهم للمواجهة البرية في قطاع غزة، بتخرج إلهم جنين وبتخرج إلهم نابلس
لتلقنهم دروس في المواجهة الميدانية والبرية، لا يستطيعون مواجهة المقاتل هناك فيلجؤون مرة أخرى إلى الطيران، إلى القصف بالطيران. وأنا أقول إنه ليس معيار القوة ولا النجاح ولا الشجاعة أن يتم القصف بالطيران، هذا ليس معيار، ليس دليل قوة ولا دليل نجاح ولا دليل على الشجاعة. الشجاعة الحقيقية هي التي يبديها المقاتل في الميدان. وبعد هذه الحرب إن شاء الله تعالى ستنتهي هذه الحرب، والشعب الفلسطيني حقق صورة الانتصار، صنع الانتصار، خلق الانتصار. وبالمناسبة هذا الانتصار كل أطراف محور المقاومة هي شريكة في هذا الانتصار، هي شريكة في هذه المعركة وشريكة في هذا الانتصار. بعد إن شاء الله تعالى ما تنتهي هذه الجولة بإذن الله تعالى ستخرج القصص وستعلن المقاومة، ستكشف المقاومة عن العديد من العمليات المهمة التي حدثت. أختي الكريمة، من وسط الدمار ومن تحت الدمار تخرج صواريخ المقاومة الفلسطينية، لا يكاد يخلو متر مربع واحد في قطاع غزة إلا وتعرض للقصف، القصف المدمر. إذن كيف تخرج صواريخ المقاومة؟ هذا في معادلات التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي للحرب البرية أو للذهاب للعمليات البرية يضعونه في الحسبان، إنه المقاومة قادرة على العمل رغم كل هذا الدمار تطلق الصواريخ، فكيف يمكن أن يكون الحال عليه لو كان دخول بري؟ إضافة إلى ما حققته المقاومة، وأنا أقول إنه فعل المقاومة الفلسطينية على اختلاف كتائبها وأذرعها العسكرية في سرايا القدس، كتائب القسام، شهداء الأقصى وغير ذلك من الأجنحة العسكرية، هذا فعل مهم وله رسائله، ويدلل على حيوية كبيرة لدى قوة المقاومة، ويدلل أيضا على مدى الرؤية، اتساع الرؤية الاستراتيجية في العمل المقاوم على الأرض. إضافة إلى كل ذلك، إنه ما يرتكب العدو الإسرائيلي اليوم في الضفة الغربية من عدوان، الحقيقة هذا يفضح الرواية الإسرائيلية بأنه هذه الحرب، حرب الإبادة التي تستهدف الشعب الفلسطيني مرتبطة بسبعة تشرين، بسبعة أكتوبر. لا، ليست مرتبطة. لو كانت مرتبطة فما الذي تفعله إسرائيل في الضفة الغربية؟ بنحكي إحنا عن أعداد المعتقلين، عن أعداد الشهداء الذين يعني ربما تجاوزوا المئة، نتحدث عن اغتيال شهيدين أسيرين في سجون الاحتلال في أقل من في خلال 48 ساعة. هذا أيضا جعل أمام العالم، كل أصحاب العقل في العالم عليهم أن يدركوا وأن يقارنوا بين ما تفعل إسرائيل بحق الأسرى في سجون الاحتلال والطريقة الأخلاقية التي تتعامل بها المقاومة مع أسرى الاحتلال. صحيح. الذين لديها، ونحن رأينا هذه الصور جيدا. صحيح، يعني كان في حالة من الذهول بكثير التعاطي حتى انتصرت مع الأسيرة. انتصرت في المعركة العسكرية والميدانية وفي المعركة السياسية وأيضا في المعركة الأخلاقية. أخ داود، انطلاقا نعم يعني مما تتحدث يعني عن انتصار على كافة المستويات، ولكن بالنسبة للضفة هل تسمعني الآن أخ داود؟ أخ داود شهاب، هل تسمعني الآن؟ نعم نعم نعم. يعني نحن نتحدث عن هذا الالتحام بالدم، أكثر من 100 شهيد منذ 7 أكتوبر. نعم، منذ بدء ملحمة طوفان الأقصى في الضفة الغربية. هذا الأثر المباشر، يعني عرين الأسود وكتائب المقاومة تدعو للإضراب المفتوح والمستمر بالضفة حتى تعود الحياة لغزة. هذا الارتباط الوثيق ومحاولة يعني تقطيع أواصل الضفة، الاقتحامات المستمرة، استخدام الطيران منذ 20 عاما، يعني هذا الاستخدام الإسرائيلي بحق جنين وبحق مناطق الضفة، على ماذا يدلل بمؤشرات يعني إذا ما استمرت هذه الحرب لأيام طويلة واستمرار هذا التلاحم في الضفة، يعني أثر تصاعد المقاومة؟ هو هناك حالة تلاحم، يعني ليس جديدا أن أقول لكم عبر شاشة الميادين، وهذا كلام مكرر على ألسنة كل السياسيين والمتحدثين والمحللين، بالارتباط الوثيق بين المعركة في غزة والمعركة في الضفة الغربية. لا انفصال أبدا لا بين هذه الأهداف، هنا أهداف هذه المعركة ولا تلك. بالأساس
سعي العدو الإسرائيلي، وهذا مخطط، وربما الأخ الشيخ صالح العروري تحدث في هذه الجزئية بأنه كان لدى المقاومة معلومات مؤكدة عن أن إسرائيل تعد لضربة استباقية كبيرة وقوية، مخطط ومعد ومدبر لها ضد المقاومة في قطاع غزة. لماذا؟ الهدف أختي الكريمة، هذه الحكومة الإسرائيلية الفاشية الحالية جاءت بمخطط واضح، لها أجندة انتخابية واضحة ومعروفة مش جديدة، وهي ضم الضفة الغربية والترانسفير، تهجير أهلنا وشعبنا في الضفة الغربية. إذا هناك مشروع يهدد الأمن القومي الاستراتيجي العربي، سواء لمصر أو للأردن أو غيرها من البلدان العربية والإسلامية. القضاء، ما الذي كان يمنع، من الذي كان يمنع إسرائيل من تنفيذ هذا المخطط؟ المقاومة الفلسطينية، قوة المقاومة التي تمتلكها في غزة، وهي كبيرة جدا. ولذلك كان على إسرائيل حتى تمرر هذا المخطط، مخطط الضم والتوسع في الضفة الغربية وفي القدس أيضا، أن تقضي على المقاومة، أن توجه ضربة كبيرة للمقاومة في قطاع غزة. ارتباطا بهذا الأمر، هذا مدعاة لزيادة حالة التلاحم بين جبهة غزة وجبهة الضفة الغربية. ولذلك عندما تعلن أجنحة المقاومة ومجموعات عرين الأسود وغيرها عن الإضراب الشامل في العمل على تجييش الحالة الشعبية كلها في اتجاه المواجهة مع العدو الإسرائيلي، هذا هو الهدف، هذا ما نريده، هذا ما يجب أن يكون الحال عليه، ليس في الضفة فقط بل في كل أماكن التواجد الفلسطيني. يجب أن يعلن النفير العام في كل أماكن التواجد الفلسطيني، ونواجه الاحتلال جميعا عن قوس واحدة. كل ذلك إن شاء الله تعالى سيعني أننا أقرب إلى تحقيق انتصار، وانتصار كبير جدا على العدو الإسرائيلي. صحيح أنه حجم الضحايا كبير، حجم الشهداء كبير، رحمة الله تعالى عليهم جميعا، نحن نتألم لكل قطرة دم فلسطينية، لكن أختي الكريمة الحرية ثمنها كبير وغالي. ونحن اليوم نتحدث عن الحرية في اتجاهين، حرية الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية، قطع يد الاحتلال وتحرير أسرانا من سجون الاحتلال الذين يتعرضون لحرب إبادة. ونحن نقول إن شاء الله تعالى كل هذه الدموع وكل هذه العذابات ستمسحها فرحة خروج الأسرى من سجون الاحتلال، ونراهم أمام أعيننا. وإحنا عشنا هذه التجربة عندما أسرت المقاومة الجندي الصهيوني جلعاد شليط، إحنا أختي الكريمة في معركة حضارية. صحيح، نحن نمثل هذا المحور المقاوم، هو الذي يمثل الحضارة. طب أخ داود، بقضية ولذلك الأسرة إحنا ننشد حرية وكل فعلنا بقضية الأسرة، هل تسمح لي؟ فقط أريد أن أفهم منك نقطة معينة، لأنه نحن نتحدث عن استشهاد أسيرين، يعني بالساعات الماضية استشهاد الأسير أيضا عرفات ياسر حمداد بعد استشهاد الأسير عمر دراغمي القيادي في حركة حماس. ما الذي تفعله إسرائيل بهذا الملف؟ هل هي محاولات ضاغطة؟ وماذا أيضا عن أوراق القوة التي تمتلكها المقاومة في هذا الملف تحديدا، ولا سيما ما سمعناه بأنه ملف الأسرى قضية استراتيجية وعلى العدو أن يدفع ثمن بهذا المستوى؟ لا، هو إسرائيل تستغل هذا الدعم والتأييد الدولي، هذه عصارة القذارة الدولية والعالمية التي اجتمعت اليوم على ذبح الشعب الفلسطيني وقتله. إسرائيل تستغل ذلك لتصفية حساباتها مع أسرى الشعب الفلسطيني. اغتيل الشيخ عمر دراغمة وهو قيادي في حركة حماس، وأمس الشهيد حمدان أيضا قيادي وكادر مهم في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. إسرائيل تستغل ذلك من أجل تصفية حساباتها مع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. هذا الاغتيال وارتقاء هذين الشهيدين يكشف الحقيقة حجم أو مستوى الوحشية التي تتعامل بها إسرائيل ويتعامل بها الشباك الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. وهذا ما يجب على العالم كله أن يراه بعينه، لا أن يغمض عينه
عن هذا الذي يتعرض، هذا الألم وهذه المعاناة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. لا فقط ما يركزوا يعني التركيز هذا إنه أسرى إسرائيل، الأسرى الإسرائيليين. إسرائيل لا تريد أسراها، وإحنا نتحدث هنا بالمعايير الأخلاقية إنه إسرائيل تتمنى أن تصل إلى طائراتها إلى الأسرى اللي بيد المقاومة وتقتلهم ولا حتى تبقي لجثامينهم أثرا. لا تريد، لأنها تدرك إسرائيل إنه إسرائيل يوم 7 تشرين ما الذي جرح القوة الإسرائيلية؟ مش والله هم بتباكوا على عدد القتلى، لا، القصة إنه هذه إسرائيل ضربت، أهينت، تعرضت إلى إهانة كبيرة. الفصل الثاني من فصول هذه الإهانة التي منيت بها إسرائيل إنه أن يتم تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وأن يرى العالم أسراها، وأنه تسجل المقاومة مرة أخرى انتصارا أخلاقيا في الصورة على العدو الإسرائيلي. هذا ما تخشى إسرائيل، هذا ما لا تريد إسرائيل، ولذلك هي تسعى إلى قتل هؤلاء الأسرى جميعا، إبادتهم. أكثر من 220 أسير إسرائيلي لدى المقاومة في قطاع غزة، إسرائيل تريد أن تقتلهم، وحتى لو أتيحت لها الفرصة يعني لا تريد لجثامينهم أثرا هنا في قطاع غزة بين أيدي المقاومة الفلسطينية. هذا على التمام يعني بشكل فقط، لأنه في موقع أكسيوس الأمريكي اليوم، أخ داود هل تسمعني الآن؟ فيما يتعلق بقضية الأسرى، موقع أكسيوس يقول عن مسؤولين إسرائيليين: إذا اقترحت حماس خطوات بملف الأسرى سنقوم بخطوات مقابلة. هل هذا نوع من المناورة الإسرائيلية والمناورة الأمريكية في هذا الشق حتى يبرر ذلك بربطه بتأخير الاجتياح البري لقطاع غزة ربطا بالحفاظ على أرواح أسراهم؟ يعني اولا في التحليل الحقيقه هذا له بعدين، اما انه اسرائيل رضخت وسترضخ ان شاء الله تعالى، او انه اسرائيل تحاول ان تسكت التظاهرات الداخليه، حاله عدم الثقه الداخليه التي شاهدناها جميعا في تظاهرات كبيره خرجت في تل ابيب تطالب بنيامين نتنياهو بالرحيل والاستقاله، وتدعو إلى يعني سرعة تحرير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة. نحن نقول بشكل واضح إنه إحنا ما يهمنا هو أسرانا في سجون الاحتلال، هؤلاء يجب أن يخرجوا، والمقاومة قطعت وعدا لكل الأسرى في سجون الاحتلال وأعادت التأكيد على هذا الوعد وعلى هذا العهد أمس وأول أمس في بياناتها حول اغتيال واستشهاد 2 من قادتها في قادة حماس والجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، 1 في سجن مجدو الشيخ دراغمة، وفرحات حمدان في سجن عوفر الإسرائيلي. وأيضا قطعنا وعد لأسرى جلبوع وقلنا لهم إن شاء الله تعالى الحرية قريبة، إن شاء الله الحرية قريبة إن شاء الله. نحن نريد أسرانا في سجون الاحتلال، والشعب الفلسطيني مصمم على أن وجاهز لأن يدفع أي ثمن في سبيل تحقيق هذه الحرية للأسرى في سجون الاحتلال، وهذا ما نعمل عليه. وهذه الورقة بين أيدينا غير قابلة لا للتفاوض ولا للمساومة عليها. وإسرائيل التي حاولت إبان أسر شاليط على مدار أسر شاليط في العام 2006، وبقيت إسرائيل تضرب في قطاع غزة إلى أن تم التوصل إلى صفقة وفاء الأحرار المشرفة في 2011، بعد 6 سنوات أو بعد 5 سنوات من أسر شاليط. تحملنا كل الضغط، تحملنا كل الحصار. أختي الكريمة، أنا أعود بالذاكرة إلى ذلك الوقت، لم يكن هناك قلم رصاص في قطاع غزة، لم تكن هناك قطرة ماء في قطاع غزة، وتحملنا الوجع والألم على مدار 6 سنين. المهم أن أولادنا روحوا من السجون، واليوم سنتحمل الوجع وسنتحمل الآلام وسنتحمل الدموع والدماء. المهم أن هؤلاء الأسرى، نحن أمة لا تترك أسراها خلف قضبان الاحتلال، نحن شعب لا يمكن أن يترك أسراه خلف قضبان الاحتلال. إسرائيل جعابيس بدها تروح، يعني بدها تروح. كل شبابنا وكل بناتنا في السجون وأطفالنا يجب أن يخرجوا إن شاء الله تعالى
أعزاء كرماء بإذن الله عز وجل. هذه مسألة لا تفاوض فيها، ولو أريقت دماءنا ولو سفكت دماءنا مهما فعلت إسرائيل لن تنجح لا في كسر إرادتنا ولا في دفعنا إلى التخلي عن مبادئنا وقيمنا الإسلامية والحضارية والإنسانية. نحن من نمثل الحضارة الإنسانية ليسوا هم. هؤلاء قتلة ومجرمون، إسرائيل ومن ورائها أمريكا. ما بننسى ما فعلوه في العراق ولا في السودان، وما بننسى ما فعلوه في أفغانستان، ما بننسى ما فعلوه في اليابان. هذه أمريكا جاية تعلم الشعب الفلسطيني وتعلم العرب والمسلمين الأخلاق. كم عدد القتلى الذين قتلتهم أمريكا في ضربة واحدة في اليابان إبان الحرب العالمية؟ اقرأوا التاريخ وانظروا إلى التاريخ. نحن دعاة حضارة، أصحاب رسالة قيم إنسانية رفيعة أخلاقية. نحن نقاتل هنا هؤلاء الذين يغتالون الحضارة الإنسانية، يدنسون الحضارة الإنسانية كلها، يعتدون على التاريخ، يعتدون على الحضارة، يعتدون على الآثار، بالأمس يعتدون على الفكر. أخ داود، لأنك هذه هي تتحدث إسرائيل، يعني وهذا هو وجه إسرائيل القبيح. نعم، وهذا حتى هو وجه أمريكا الأخلاقي. القبيح أختي الكريمة، هدول هؤلاء، معلش اسمحي لي بس في جزئية صغيرة، تفضل. حتى الديمقراطية اللي بتغنوا إبها هم يتنكروا للديمقراطية. الشعوب في أوروبا خرجت نزلت إلى الشوارع تطالبهم بوقف الحرب على غزة. إذا كانوا ديمقراطيين يتفضلوا يستجيبوا إلى نداء الشارع في أوروبا، الشارع الحر، لكن هم دائما أذلاء لمصالحهم ولنزواتهم العنصرية. أريد منك أخ داود بكلمة هذه أخيرة. هذه هي أمريكا، هذه هي إسرائيل. لأنك تتوجه يعني إلى هذا المجتمع الغربي الذي استنفر لدعم إسرائيل، لكن ما هو تقييمكم لواقعنا العربي؟ يعني بالأمس مشروع قرار يدعي إلى وقف إطلاق النار، التلاسل ما بين غوتيريش ووزير الخارجية الإسرائيلي، الواقع العربي أتحدث بفصل ما بين قرار الشعوب وقرار الأنظمة. بدقيقة لو سمحت أخ داود. يعني أولا الموقف العربي الرسمي هو موقف ضعيف، أقل ما يوصف بأنه ضعيف ومتردد. والموقف العربي يجب أن يغادر مربع الاستجداء، يجب أن يغلق الباب في وجه أمريكا وفي وجه إسرائيل وفي وجه الغرب. كفى استجداء. أنا أقول، ما الذي يمنع وزراء الخارجية العرب وقادة الدول أن يأتوا إلى هنا إلى قطاع غزة؟ ما الذي يمنعهم من ذلك؟ بتحدثوا عن تسيير قوافل إنسانية، عليهم أن يغادروا مربع أمريكا والغرب. ما الذي يمنعهم أن يتخذوا قرارا بزيارة قطاع غزة اليوم وليس غدا؟ ما الذي يمنعهم أن ينفذوا وأن يستجيبوا لإرادة الشعوب العربية؟ لو دعي لهذه الزيارة سيجد آلاف مؤلفة من المثقفين والنخب والفنانين والمفكرين والسياسيين والإعلاميين يشاركونهم في هذه الزيارة. وإسرائيل لن تجرؤ على أن تمنعهم، ولن تجرؤ على أن تقمعهم، ولن تجرؤ على أن تقصفهم ليأتوا، ويأتوا بقوافل المساعدات، ويأتوا بالوقود إلى قطاع غزة، ويأتوا ويأخذوا الجرحى معهم من قطاع غزة، أو يأتوا بأطباء. يا خيتي إحنا والله ما عندنا رغبة بالسفر ولا حابين نطلع من غزة، بدنا نضلنا قاعدين على أرضها ونتعفل في ترابها، بس إحنا بدنا أولادنا يطلعوا يتعالجوا. ولذلك إذا ما بدهمش يطلعوا الشباب يتعالجوا الجرحى، يجيبوا لنا وفود طبية وإمكانيات طبية، بدنا نعالجهم هون في غزة على أرض غزة. هنا باقون، هنا باقون. ما حد يفكر إنه الشعب الفلسطيني عنده رغبة لا بالهجرة ولا بالخروج. هذه الأرض أرضنا وسنبقى عليها إن شاء الله تعالى. تحياتنا لك أخ داود شهاب، مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي، والتحية وهذه الروح المعنوية القتالية الكبيرة التي نستمدها منكم أبناء قطاع وأهلنا في قطاع غزة. التحية لك أيضا ولكل المقاومين الأبطال. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا مشاهدينا في هذه الساعة لشبكة مراسلي الميادين بمختلف الجبهات التي نقلوا لنا آخر التطورات وآخر المعطيات، وكذلك الشكر الأكبر لكم دائما على طيب المتابعة. هذه التغطية مستمرة ومتواصلة على رأس الساعة في الظهيرة على شاشات الميادين والميادين أونلاين. في أمان الله.